ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله، ومن أسمائه نبي الرحمة، رواه النسائي. ولما قيل له ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. ولما آذاه قومه ناداه ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، متفق عليه. بعثه الله رحمة للخلق عامة، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا.